موجوده بالنسبه للولاد الصغار، تلقاه يحب جد اكثر من بوه. انا عندي ولد ولدي كي يجي بوه خلي بوه يجي لي، ولا ما عاد توحى البريود هذه ما عاد حتى قاعد بيه. ديما الولد هذاك عندي انا خير من ولدي. كان يجيني الولد الصباح يقول لي جدي شربت قهوه لي. والكبير ما يجيش يسرع عليه. تويكا مش نقول لك تويكا موجوده بالنسبه للولاد الصغار، تلقاه يحب جد اكثر من بوه، فهمت عليا؟ هذه موجوده. اما بالنسبه مازال بريء هو يعني، ها مازال بريء صغير يعني. لا حتى صغير ولا كبير ديما يحب جده اكثر من بوه، فهمتني؟ اكثر من بوه. والاجداد نجم جد معناه يحب. انا صاير عليا، انا عندي ولد ولدي كي يجي بوه خلي بوه يجي لي. تحب اكثر من ولد بالطبيعه يعني، وتخبي له حاجات وتمد كل شيء اللي هو. والولد ما يسالش عليك ولدك، اي الكبير ما يسالش عليك، والصغير يسال عليك ويجيك يتفقدك ويقول لك شربت قهوه تعشيت مش والكبير ما يسالش. حتى كي مش تكون متغشش على ولدك كتري ولده ويتحن. لا ايه ليه مش حتى متغشش، مش كاستيوم متغشش، تغش ولا مش متغشش. ديما الولد هذاك عندي انا خير من ولدي. اللي يغلط ولد، اي والولد الصغير عندي انا خير من بوه، فهمت توا؟ اللي يغلط ولدك ديما ولد ولدك. انا صاير عليا، قلت كان يجيني الولد الصباح يقول لي جدي شربت قهوه لي. والكبير ما يجيش يسرع عليه. ولدك الصغير يجي، اي يجيني. وانت ساعات ثم شكون يبدا متغشش على ولده، ثم شكون يتغشش على ولده يعني، والا ويتغش على ابوه. يحطوا الصغار في الحنديرة يعني، يقول لك كهو متعركت انا وبابا ما عادش تمشي لدارهم، فهمتني؟ موجوده هي، موجوده هي. لا موجوده في بعض العائلات مش كل. وانتم تصير في داركم ولا انت والشخص كان هو ولد اصل سواء امراه ولا راجل، ينحي العركه هذيك على شيره ويخلي تصير مشاكل بيناتكم؟ تصير الحاجه هذه ولا يمنع لولدك؟ اي يمنع، صحيح موجوده دي موجوده. اما كفما نساء باهين اللي يحطوا مرت ولدك باهي، ولا ما عاد توحى البريود هذه ما عاد حتى قاعد بيه. موجوده بالنسبه للولاد الصغار، تلقاه يحب جد اكثر من بوه. انا عندي ولد ولدي كي يجي بوه خلي بوه يجي لي، ولا ما عاد توحى البريود هذه ما عاد حتى قاعد بيه. ديما الولد هذاك عندي انا خير من ولدي. كان يجيني الولد الصباح يقول لي جدي شربت قهوه لي. والكبير ما يجيش يسرع عليه.